مشاهدينا الكرام، وصلنا معاكم الى الفقره الفنيه. الفقره الفنيه اللي هنتكلم عن واحده من المهن الجديده والمبتكره واللي بتحتاج ابتكار ورؤيه متميزه وحس عالي، وكمان هي مهنه عالميه، وكثير من اللي بيشتغلوا في المهنه دي اللي بيقدروا يوصلوا الى العالميه حازوا على جوائز كبيره جدا، لانه رؤيتهم متميزه وكمان عينهم عندها شكل تاني او ملمح تاني من ملامح الابداع. هنتكلم عن التصوير الفوتوغرافي، واللي حيكون معانا في الاستوديو ضيفنا محمد النور عبد الله جادين، المصور الفوتوغرافي الشهير. اهلا ومرحبا بك محمد. اهلا ومرحبا بكم وبكل المشاهدين، ونتمنى الليلة نكون خفيفين ونزل عليكم ان شاء الله. سعيدين جدا بوجودك معانا محمد. الاسم الفني محمد جادين. نعم. طيب محمد، بداية أنا عايزة أعرف تفاصيل صغيرة عنك، النشأة والمولد وبطاقة شخصية. طيب، الاسم محمد النور عبد الله جادين، من مواليد أم درمان والنباوي. درست في المرحلة الأساسية في ولاية النيل الأبيض منطقة كوسي. درست خريج جامعة الخرطوم تسويق إدارة مبيعات. طيب الدراسة مختلفة تماما عن المهنة. اختلاف هي باعتبارها ما مهنة أكثر، أنا أخذتها عندي هواية. أصلا هواية التصوير، التصوير كهواية. انحرفت إلى مهنة. نعم. لأنه الآن أنا بعرف أنه محمد يعني حجوزات كبيرة بتتقدم لك، وطبعا بيجي بيزنس يعني. نعم. باختلاف أنه زمان أنت ممكن كنت تصور الطبيعة، الناس أنت حابب تصوره، لكن الآن بيجي بيزنس بحت. صح. الواجهة تغيرت نهاية. أنا كنت أصلا الهدف منها هواية، وبفرق هوايتي ووقت فراغي في التصوير الفوتوغرافي. شوية شوية مع دخولي في المجال، في معرفتي بالمصورين، في متابعة الناس لي عبر السوشيال ميديا، قدمت من هواية بقت لي مهنة الحمد لله. جميل جدا. أنا عايزة يعني أمشي معك خطوة خطوة ونرجع نتذكر مع بعض أول كاميرا اقتنيتها، وأول مرة حسيت إنه أنت بتحب التصوير وعايز تبقى بروفيشنال في المجال ده. طيب، البداية حق التصوير وفكرة التصوير جاتني أصلاً كان عندنا مركز ثقافي إعلامي في ولاية النيل الأبيض منطقة كوسي، كان مركز بتاع تدريب إعلامي كان باسم الوالد برضو. كان في برامج ثقافية بتتم، في مصورين من الخرطوم بيصلوا كوسي يحاولوا يوصلوا للفعالية دي وكده. من المصورين اللي كانوا طوالي عندي احتكاك بهم كان لصغ لحد الآن، ساعدوني كثير. المصور مبارك حتى كان بيجي طوالي المعارض والاحتفالات بكون بكاميرته بوثق، وأنا بتابع إنه بيعمل في شنو. أنا الوقت داك صغير جاتني الرغبة إنه أنا ليه ما أبقى كده. شوية بقيت متابعة على صفحة على الفيسبوك، بقيت عندي تواصل بيه وفي المهرجانات في الاحتفالات. حبة حبة اتفرغت لمجال التصوير أكتر بعد خلصنا الجامعة، لأنه فترة الجامعة كنت مضغوط كثير، فترة الثانوي برضو. بعد ما انتهيت من الجامعة حتى دخلت مجال التصوير بالهواية. طيب محمد، المجال الآن في السودان مقتصر فقط على تصوير الأفراد والأشخاص واحتفالاتهم وأعراسهم يعني، لكن المجال ده عالميا كبير جدا، وفي مسابقات كبيرة يعني وكثير من المصورين حول العالم بيقدموا له. طيب ما فكرت انه انت تشترك في هذه المسابقات وتنتقل للعالمية؟ عندي الفكرة اصلا في الظهور للعالمية، ده الهدف الاسمى اللي انا ساعي عشانه، ومن خلال المسابقات اللي قاعد تطرح في السوشيال ميديا، في المجموعات الكبيرة، في القنوات الكبيرة، بحاول برسل جزء من شغلي انه الناس تشوفه برا، تدي ايه رأي فيه، انتقادات، او انه الناس يشكروا شغل او يدوك نصائح في شغل. الحمد لله ساعي في الخطوات دي. طيب محمد، التصوير ده هل هو يعني الشخص بتعلمه تعليم، ولا هي هواية ربانية ربنا بديك ليها وانت بعد ذاك بتنميها بالممارسة؟ طيب، التصوير هو الأفضل يكون قراية دراسة وكده، لكن أنا لحد الآن لحد اللحظة دي الحمد لله بالنسبة لي كانت هواية وحاجة ربانية، لأنه أنا لحد الآن ما قعدت في محاضر ولا أخذت لي كورس عن التصوير ولا شيء. اول كاميرا اقتنيتها كانت 2016، كنت بشيل الكاميرا بطبز بس واقرا الكتيب فيه شنو، اخش على اليوتيوب اشوف التفاصيل حق الصوره، الصوره تكوينها يكون كيف، الزاويه تكون كيف. اخذت في الحاجه دي فتره، شويه شويه بقيت عارف انه ده شنو مع الممارسه الكثيره الحمد لله.
طيب يعني الكاميرا في حد ذاتها معدة مهمة جدا وغالية جدا، بالذات الكاميرا البروفيشنال والعدسات بتاعتها، تفكيكها وتركيبها واهتمام بها وشراءها في حد ذاته تحدي للمصور اللي بيكون داخل مجال الاحتراف. كلمنا عن أول كاميرا اقتنيتها وشعورك شنو أثناء ما أنت بتحاول إنه تجمع المال الكافي لأنه أنت يكون عندك كاميرا خاصة بك. طيب صراحة كده أنا الكاميرا الأولى كانت سيما نيكون 5200، الوقت ده كان سعرها زي 7000 8000، أنا المبلغ ده كان معي ومتوفر عندي ذاته. بالحاج وصلت مع الحاج وبقيت أحاول أقنع في الحاجة، حاجة أنا لازم أخش مجال التصوير، دي هوايتي أنا لازم أنميها حاجة كده. الحاج الحمد لله وفر لي المبلغ وقال لي يا محمد أنت تقدر تخش المجال ده خش، لكن أنت سدد لي قروشي. قلت له طيب حلو، انا بعد ده بقيت قدام تحدي يازمت للحاج انه انا قدر الحاجه دي وقدر الهوايه دي وبقدر اطورها وبقدر انميها واعوض الحاجه دي. الحمد لله دخلت في المجال بطريقه كويسه، قدمت اقدم عروض على السوشيال ميديا للافراح للمؤتمرات للاجتماعات للاحتفالات الاسريه كده، وكان ساعدني خالي برضو من هنا بشكره كثير، كان من في السعوديه، كان رسلت له المبلغ ورسل لي الكاميرا. الكاميرا لما جبتها من الفرحة صراحة، عند جيراننا عندهم كان مناسبة، مشيت المناسبة وأنا ما معزوم وصورت الإرسال صورت الضيوف، كانت لي تجربة ظريفة شديد منها أهو، أدتني حماس إنه أواصل زيادة. ولقيت نفسك تلقائيا دخلت عالم التصوير والاحتراف. طيب انا حابة اسالك عن يعني حاجه، اتهام بطولكم انتم المصورين بيقول انه في الاونه الاخيره انتشر عدد كبير جدا من المصورين، واي حد عنده كاميرا اصبح هو محترف وبيقدر يصور، وبعد ذاك بيطبح الناس بالعدادات الغاليه جدا للتصوير. رايك شنو في الاتهام؟ والله صراحه انا شايف مجال التصوير هسه بقى الشباب اكتر حاجه بيجوا هاويين انه الحاجه دي، اول واحد لو شاف مصور او من واسطه الاحتفالات والمؤتمرات الواحد بيفكر يقول لي انا ما اخش مجال التصوير. في كثيرين بيكون الواحد هدفه الاساسي ما انه يبقى مصور او ينمي الموهبه دي او كده، في حاجات تانية ممكن تكون خاصه شديد، ونكون صريحين برضو فيها، كثيرين من الشباب بيشوفوا انه المصورين في المناسبات الانجذاب بتاعهم اكتر نحو الناس بصور يعني عشان عشان طبعا عايزين الصوره الجميله، ما هنا يوجد الجمال. يلا هنا الهدف بتاعهم بيكون الواحد يقول انا ليه ما اخش مجال التصوير ويكون عندي متابعين كده واعرف بنات وشو حي بقت لمسار ثاني. الواحد بيكون اتقطع لملم قروش بين بين عمل الحاجه دي. ولاحظت في الاونه الاخيره انه اغلبيه المصورين اللي بيخشوا بالفكره دي وبالهدف ده ما بينجحوا، غير ما بينجحوا الواحد بيقعد له شهر شهرين تلقى باع الكاميرا بيسهج منه، لانه الحاجه اصلا بيكون ما عنده فيها الرغبه والهوايه. انت لو عندك فيها الرغبه مهما وقفت ان شاء الله ما اشتغلت، بتكون لكن كاميرتك محافظ عليها، بتكون تحاول في الاحتفالات في المشاركات دي تحاول انت تكون موجود فيها وبتواصل اكيد فيه. انت الحاجة لما تكون حابها بتواصل فيها اكتر وبتنجز فيها اكتر، ويكون انت ذاتك عندك هدف دار تصل له من الحاجة. طيب محمد جادين كاميرته بتميل اكثر للتراث ولا للاحتفالات ولا لتصوير الشخوص ولا للطبيعة؟ طيب انا صراحة شامل في كل الحاجات، في الاجتماعات في المؤتمرات قاعد اوثق كثير من الفعاليات الولائية داخل ولاية الخرطوم والاجتماعات الاحتفالات كده. بالنسبة للأفراح كثير من الناس يعرفوني من خلال الأفراح والمناسبات، وأكثر حاجة بيقولوا لي مميل أكثر لعاداتنا السودانية والتراث، يعني والجرتك. تفاصيل الجرتيك، الحاجات الصغيرة صغيرة، تفاصيل حبوباتنا، لحظات جرتيك، لحظات فرحهم، الحياة دي، لأنه الصورة مليئة بالألوان، ولما الصورة تكون فيها الأحمر والأصفر والأسود للحنة ولون البشرة فبتكون غنية، أنت ممكن تقدر تلعب على الألوان، بتقدر تلعب على الألوان، بتكون هي جاذبة أكتر. أنت ذاتك بينك وبين نفسك لما تصور الصورة تكون إنه مبسوط بالصورة اللي أنت شفتها. طيب كلمنا عن الكاميرا نفسها والفلاتر، ومتين بتستخدموا الفلاتر؟ طيب كثير من المصورين حاليا بيميلوا لأنه يستخدموا بالفلاتر
بتكون في العدسة الأساسية ذاته مع الكاميرا، كنا أنا هسه شغله طبيعي من غير أي فلاتر، بتحكم في ضبط الكاميرا من داخل الكاميرا، بعرف إنه أضبط الكاميرا كيف على الوضعية اللي ممكن أشتغل فيها على الحاجة بشو اللي بتبقى لي أنا مناسبة، وبتفرق ذات ضبط الكاميرا من مكان لمكان. الفلاتر كثيرين من الناس بيعتمدوا عليها اعتماد كلي، الواحد بيصور الصورة ساي يقول بعد أنا أعتمد على شغل الفلاتر التعديل وشو، لكن كل ما أنت اشتغلت الصورة بوضوح فل بضبط داخل الكاميرا فل ما بتدعى في موضوع الفلاتر، بتكون مرتاح أكتر وأنت بتعدل في الصورة ذاتها أو دار تعمل فيها حاجة خفيفة، تكون مرتاح بالنسبة لك إنه ذات لو العرسان أو ناس الاحتفال أو المؤتمر ممكن بانتهاء المناسبة تسلمهم طوال المادة بتاعتهم، تكون كسبت زمان بتكون رضيت الناس أكتر في الحياة دي. محمد، يعني إذا تكلمنا عن إنه الفنان المصور الفوتوغرافي عالميا كل فترة وفترة بيكون عنده معارض، بيكون عنده جاليريهات يشارك فيها إذا ما كان حقه الخاص، هنا في السودان ما بلقى الحاجة دي كتير، لكن بلقاكم إنه أنتوا مستمرين في إنه تنزلوا على صفحاتكم في فيسبوك وهناك بيكون في فولورز أكتر أكتر. هل الحاجة دي اقتصاديا بتجيكم بمنفعة ولا المعارض مهمة جدا للفنان المصور الفوتوغرافي؟ المعارض مهمة شديد للمصور الفوتوغرافي لأنه بيبرز من خلالها حاجاته، أميز الحاجات اللي قدمها، ممكن الناس تتابعه وتشاهده في المعارض، بتتيح للمؤسسات برضو توصل تشوف شغلك عبارة عن شنو، طريقته التعامل بتاعة الصورة، الصورة دي صورته وين، الزاوية وين، بياخدوا استفسارات منك مباشرة. أما على السوشيال ميديا أنت بتنزل الصورة تلقى بعد ذاك التفاعل، الناس إنه ناس يشكروك، ناس يقولوا لك لا المرة الجاية أعمل كذا، لا في متابعينك يقول لك لا المرة دي شغلك ما عجبنا، يعني الحياة بتكون مختلفة. في المعارض بتتيح لانه الاجانب اكثر حاجه انه يقدروا يوصلوا المعارض ويشوفوا عن سوداننا، يشوفوا صور من مناطق السودان عامه، بتتيح للمصورين انه ذات المصورين في بيناتهم يتلاقوا يتعارفوا اكثر، التواصل الاجتماعي يكون بين المصورين اكثر، يتبادلوا الخبرات، الخبرات اي واحد بيحاول يفيد الثاني بحاجه وكذا. نعم. محمد، اخيرا يعني انت شايف مستقبلك كيف، وهل هنالك اشياء لا تزال ترغب في تحقيقها في المستقبل القريب؟ والله الاهداف كثيره، لكن هسه ساعي في اني اطور الشركه بتاعت الخاصه بتاعت الدعايه والاعلان وتنظيم المناسبات، دار اطورها اكثر واحاول اوصل صورتي للشعب السوداني، اكسب اكثر اكسب اكثر عدد من الافراد والمتابعين، انه يشوفوا ذاته يوروني رايهم، اخذ بنصائحهم شوية شوية، حط أظهر في العالمية عبر مواقع التواصل، الصفحات الكبيرة، القنوات العالمية، قاعد أحاول أقدم هسع في صور إنه للقنوات، إنه الناس بيشوفوا الرأي، بشوف رأيهم في الصور بيردوا لي، يعني الهدف بقى هسع جاري في الاتجاهين، تطوير الشركة وتطوير الصورة بتاعتي وإرضاء الناس أكتر والمتابعين بتاعينه يكونوا راضين أكتر إن شاء الله. كمان محمد، أنا عارفة إنه أنت كنت مجامل جدا في الفترة بتاعت الثورة دي، فوقفت مع أسر كثيرة جدا، أسر الشهداء والناس اللي كانوا متضررين من الأحداث الأخيرة في فضل الاعتصام وكده، وأنا حابة أشكرك جدا أمام المشاهد الكريم على وقفتك دي، وأكيد أكيد فنان برؤية مكتملة وبذوق عالي جدا ممكن تصل للعالمية بأقل الجهد. شكرا لك محمد. تسلم، شكرا كثير.